كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في الكعبة فرأى أعرابيا يطوف بها ويقول يا كريم، فقال النبي صلوا على النبي، فقال النبي وراءه يا كريم. فانتقل الأعرابي إلى الركن الثاني وقال يا كريم، فقال النبي، فقال الحبيب وراءه يا كريم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فانتقل الأعرابي إلى الحجر الأسود فقال يا كريم، فقال النبي، فقال الحبيب وراءه يا كريم. فالتفت الأعرابي إلى النبي فقال له أتهزأ بي يا أخ العرب؟ والله لولا صباحة وجهك وبلاء طلعتك لشكوتك إلى حبيبي محمدا. فقال له النبي صلوا عليه صلوا عليه. فقال له النبي أولا تعرف نبيك يا أخا العرب؟ قال والله آمنت به ولم أراه، ودخلت مكة ولم ألقاه. فانكف الأعرابي على يد النبي يقبلها ويقول فداك أبي وأمي يا حبيب الله. فنزل جبريل الأمين على النبي وقال له يا حبيب الله، الله يقرئك السلام ويقول لك قل لهذا الأعرابي. أيظن إن قال يا كريم أننا لا نحاسبه؟ فقال الأعرابي والله يا نور العين يا جد الحسنين، لو حاسبني ربي لأحاسبنه. قال له النبي وكيف تحاسب ربك يا أخ العرب؟ قال لئن حاسبني على ذنبي حاسبته على مغفرته، وإن حاسبني على تقصيري حاسبته على جوده وكرمه. الله 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 يا الله، الله 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 يا الله. فقال جبريل الأمين يا حبيب الله، الله يقول
ألا يحاسبنا ولا نحاسبه هو الكريم هو الرحيم هو العظيم.